سيد معاذ، يعني كما يقال، يعني يأتي الخير من جناح الشر. هل يمكن أن يكون ما يحدث من تصعيد ومن تضييق على الأسرى هو مقدمة لانفراجة قريبة في ظل الحديث عن يعني تواصل الجهود لإتمام صفقة تبادل جديدة للأسرى؟ طبعا نامل ان يكون هناك صفقه جديده، ولا يعني الاسرى في السجون يتطلعون بشوق لهذه الصفقه ولان يتم تحريرهم من سجون الاحتلال، ولكن في الحقيقه لا جديد يطفو على السطح في هذا بهذا الصدد يعني، والامور راكده والاحتلال يتعنت ويرفض التقدم في المفاوضات ويرفض التنازل ويعني ويهمل جنوده لدى المقاومة، وكأنها يعني رسالة لجنوده ولجيشه بأننا لا نقيم لكم وزنا في حال أي معركة، إياكم أن تؤسروا لأننا لن نعيدكم إلى أهليكم. ولكن نحن يعني كشعب فلسطيني وكمقاومة فلسطينية مصرون على إجراء يعني صفقة تبادل، وعلى يعني كما تحدث العديد من قيادات الفصائل بأن الشعب الفلسطيني يصر على إبرام صفقات على إبرام صفقة مشرفة تحرر الأسرى الفلسطينيين، وإن لم يكفي ما لدى المقاومة لإجبار الاحتلال فإن المقاومة مستعدة لزيادة الغلة كما قال القائد إسماعيل هنية قبل فترة.